هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة وفي مطبخنا هنتعلم أكلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد دائما على قناة الصحة والجمال ومطبخ ساعة شهية. النهاردة يوم جميل ويوم لذيذ ويوم عزيز، أنا بسبيه يوم عزيز ليه؟ معايا صديق وأخ وحبيب، صديق مهنة شاطر جدا ممتاز جدا، بدأ حياة الطبخ ده من صغره، خدها كفاح في كفاح في كفاح لحد ما وصل دلوقتي ما شاء الله ماسك فندق ممتاز جدا. ولكن طب ما تيجي نرحب بضيفنا ونرجع نتكلم وندردش مع بعض. الشيف احمد عمار، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتني. ربنا يخليك يا شيف. انا مش عارف اقول ايه، الشيف احمد عمار معايا دي حاجه تانية. ده شرف ليا جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. ربنا يبارك فيك. انت نورت الصحه والجمال ونورت برنامج ساعه شهيه، منوره بك. عشان ما ناخدش من وقت الساده المشاهدين، لان احنا لما بنطلع هنا وبنبقى على الهواء ده مش وقتنا، ده وقت الساده المشاهدين. عايزين طبعا يتعلموا ايه الاكلات البسيطه اللي بنقدمها، ايه الجديد معانا في مطبخ ساعه شهيه، ايه الاكلات اللي احنا اخترناها عشان نقدمها لهم بصيغه بسيطه وسهله. النهارده الشيف احمد عمار اختار المطبخ الاورينتال اللي هو الشرقي. طيب تعال نقول للشيف، انت ليه اخترت المطبخ الشرقي؟ المطبخ الشرقي موجود في كل البيوت المصريه. أحسنت. موجود الحمام، موجود خاصه في الارياف كتير جدا، بس ما فيش استخدام ليه، اغلبيته يا اما بيستخدم تجاري يا اما بيستخدم بطريقه خاطئه اللي هو السلق فقط. تمام. او ما فيش استخدام ليه بالشكل الامثل، بالشكل اللي يديني القيمه الغذائيه بتاعته. يعني انت اخترت المطبخ الشرقي المصري الاصيل عشان تقدمه. عشان اقدمه ازاي؟ يعني فعلا انت الارياف بيربوا الحمام، بيربوا الطيور، بيبقى عندهم الممبار متوفر. الممبار متوفر كتير، وخاصه داخل عندنا عيد الاضحى موجود كتير الممبار متوفر في البيوت كلها. ما شاء الله. يعني انت بتحضر كمان مش عيد الفطر الكحك والبسكوت ده، انت بتحضر لعيد الاضحى. طيب النهارده سريعا كده هنعمل ايه؟ ايه الاكلات اللي معانا النهارده؟ النهارده ان شاء الله هنقدم طاجن فريك بالكبد والقوانص، معانا حمام محشي فريك، هنقدم فراخ توبكابي بالرز القرفه والمكسرات، معانا ممبار شرقي، معانا شوربه حمام بلسان العصفور. طيب انت قلت هتقدم فراخ، الفراخ دي اسمها ايه؟ ووضح للساده المشاهدين وهي عباره عن ايه؟ الفراخ دي عباره عن فراخ مخليه اسمها فراخ توبكابي. توبكابي. توبكابي، الفراخ التوبكابي دي عباره عن فراخ ممكن ان انا احشيها رز بالمكسرات بالخضار، ممكن ان انا احشيها لحم مفرومه. الحشوات تختلف. تختلف. طيب نقول للساده المشاهدين تابعونا دلوقتي على مدار ساعه واكتر، هنشوف الشيف احمد عمار هيعمل ايه، ايه الحاجات اللي مجهزها، ايه الحاجات اللي هيركبها معانا. ولكن يلا نبدا عشان يلا نبدا. وبنقول لكل الساده المشاهدين ما تنسوش تتصلوا بينا عشان تشوفوا حركات وتكات الشيف احمد عمار في المطبخ الشرقي. انت هتبدا وتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي اول حاجه هنبدا بيها، هنبدا بطاجن الفريك. طاجن الفريك. طاجن الفريك بتاعنا ده عباره عن فريك بلدي مغسول كويس لسه فريك. وانت شغال بقى نقول للساده المشاهدين مقاديرك ايه، واحده واحده كده معانا. معانا الاول خالص كده حوالي 50 مللي زيت. تمام. في الطاسه سخنه معانا، ننزل بالفريك. تمام. اتاكد لك ان الدنيا شغاله ولا مش شغاله. بس تمام زي الفل كده اهو، كده النار معاك شغاله يا شيف. ده كيلو فريك اللي احنا ناخد نص، بس حوالي نص كيلو فريك هياخد معانا 15 جرام ملح، من يعني حوالي معلقه ملح او معلقه الا ربع. معانا هياخد من 100 ل 120 جرام بصل، يعني حوالي بصله بصله ونص كده. معانا نديله فلفل اسود، ربع معلقه فلفل اسود. هيدينا معاه برنوازات طماطم خفيفه. هناخد معاه بعد كده برنوازات، عايزين نوضح للساده المشاهدين، طماطم خفيفه يعني طماطم متقطعه بالشكل. أيوة ده. ايوه حاجه متقطعه، طماطم صغيره كده. تمام. طماطم فريش متقطعه صغير. تمام. ماشي. مع الفلفل، مع الفلفل، مع الزبده، مع البصل. تمام زي الفل يا شيف. وقت نقع الفريك بيبقى قد ايه؟ وقت نقع الفريك يعني بعض الناس بيقول لك بيعجن منا، بيروح منا، بيبوظ منا، بيطلع له ريحه، فعايزين نقول لهم الوقت المحدد للفريك. الفريك الفريك لسه فريش زي كده اخضر، هياخد معاك نقع حوالي ساعتين. ساعتين. ساعتين ان انا انقعه بدري بحيث ان انا اغسله كويس ما يكونش فيه رمل او تراب او حاجه. كنت انت بتركز معايا قبل الهوا بتقول لي الفريك مهم جدا ان هو يتغسل. طبعا لازم يتغسل كويس جدا ويتصفى ويتنشل من الميه، مش يتصفى يعني انشيله بايدي. أيوة كده من الميه الحته دي يعني. بعض الناس بيغسل الفريك وبعد كده يجيب المصفى وتكب.
لا طبعا، هيكون الرواسب اللي رصبت تحت عندي في البول او كده هتنزل معايا تاني. تمام. لازم انشل الفريك من الميه يعني تحته، اخليه في ميه كتيره وبعد كده انا ارفع انا. تمام زي الفل. يبقى كده عندي الرمله كلها ريحت، ايه ريحت تحت. بتاكد ان الفريك بتاعي على نار عاليه، لازم ياخد اللون الذهبي معايا. تمام. يبقى انت كده حطيت الماده الدهنيه وحطيت الماده الفريك. الدهنيه، الزبده والزيت والفريك. انا بحمر الفريك. اه تمام. ما بحطش بقى الـ 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 البصل؟ لا ما احطش البصل دلوقتي لحد ما الفريك ياخد معايا اللون الدهبي، ياخد معايا اللون اللي انا عايزه، اللون اللي يسخن أنا بالمعنى عايزه. الاصح في الماده الدهنيه. ممكن انا البصل عشان استخدم سرعه الوقت وكده، ممكن انا في طاسه ثانيه اخد البصل اسوتيه معايا، يعني اتبل البصل شويه. تمام. مع البهارات بتاعتها هيكون الفريك معايا جاب اللون الذهبي. يلا واحنا شغالين نشرح، واحنا شغالين نشرح، وانا سيبك تشرح واحده واحده معاك يا شيف. انا خاصه يعني بحب الاكل الشرقي وبحب المطبخ الشرقي بيمتاز. مين فينا ما بيحبش الحمام؟ مين فينا ما بيحبش الممبار؟ مين من الشعب المصري اللي ما بيحبش الاكلات الشرقيه الاصيله، الاكلات المصريه الاصيله، خاصه الفريك؟ بما ان الفريك طبعا من القمح، فده بيدينا نسبه الفريك بيساعد على سرعه الهضم. اي احسن، بيظبط الهضم معانا. الفريك كمان من الاكلات الموجوده حاليا الموسم بتاعها تراثيه، تراثيه خاصة عند العرب والقدماء المصريين. الفريك باخد معايا هنا الاكلات الغنيه. باخد معايا هنا الماده الدهنيه، باخد البصل متقطع صغير زي ما حضرتك بتعملي، زي ما بكون بتعملي عادي تقليه في البيت او طماطم. تمام. او كده بنقطع. تمام. بصل صغير يعني. بصل صغير. تمام. ممكن ناخد معايا برنوزات فلفل حار، لان الفلفل الحار مفيد جدا وبيمنع تغلطات الدم. حبيبي يا شيخ، يعني انت كمان الموضوع عندك مش مطبخ بس. لا لازم يعني انت، انا هاكل اكله ابقى عارف القيمه الغذائيه بتاعتها هتفيدني في ايه. تمام. يعني انت مش مهتم بموضوع ان انا داخل المطبخ اعمل طبخه. لا طبعا، انا لازم اشوف الطبخه دي رايحه فين وجايه منين وبتعود عليا بايه، هل هي ضاره او هي نافعه. صح. طبعا. ده مهم جدا. مهم في المطبخ، مهم جدا معايا في المطبخ. ولازم شايفك هنا حطيت ماده دهنيه ثاني بوضح للساده المشاهدين، مع البصل مع الفلفل. مع الفلفل. تمام. معانا كمان بنملح هنا كده، ملح خفيف جدا مش كتير، لان الفريك اصلا بيبقى فيه ماده ملوحه شويه، املاح. تمام. املاح شويه. بنديله فلفل اسود خفيف. تمام. سن الكزبره خفيف كده. في بهارات معينه بقى يا شيف بتستخدمها؟ كمل. كمل بنستخدم البهارات بتاعتك. ممكن البهارات بهارات عاديه جدا، بهارات موجوده في كل البيوت المصريه، ملح، فلفل، شطه، كزبره، كمون، بهارات المطبخ الشرقي مختصرة ورخيصة وجميلة. تمام زي الفل. يعني كمون، كمون، بهارات، بابريكا، شطة حمراء، يعني المتوفر عندنا، المتوفر عندنا بنعمله. تمام زي الفل. زي الفل كده شيف. كده انت بتشوح الفريك معانا زي ما حضرتك شايف كده، بدأ ياخد اللون الذهبي بتاعه. تمام. بدأ ياخد اللون الذهبي بتاعه. ممكن انا خلاص البصلة بتاعتي دخلت في السوا بتاعها اهو، بديها انا البرنوزات الطماطم، ما بديهاش على البصل عشان ما يخشش معايا في مرحله التسبيك. لا انا بدي برنوزات الطماطم على الفريك. حلوه الحته تاني دي، الطماطم. يعني انا خدت البصل واحد وخدت الفلفل واحد. تمام. الطماطم ما اخشهاش على البصل كده، دخلت في مرحله التسبيك. هعمل حاجه مسبكه كده، حاجه مسبكه. لا انا عايز اعمل خرجت عن توتال الفريك. طب حاجه فريش معايا، حاجه فريش معايا اخدها، ان انا حاجه تبقى معايا هيلثي كويسه برده وصحيه. تمام. ما تبقاش تقيله عليها على المعده. الطماطم باخدها كده. تمام. دي حته مميزه يا جماعه من الشيف احمد، ان هو ما ضافش الطماطم على البصل، يبقى ما دخلتش في الايه، في الطبخ التقليدي اللي هو ايه، التسبيك زي ما احنا بنقول، ونرجع بقى مشاكل الحموضه في المعده والحاجات دي. ممكن انا كمان اديله فلفل الوان. الفلفل الالوان بيدي معايا مذاق وبيدي معايا جرنش شكل جميل جدا للاطباق. انا اديت طماطم وهخش معاها كمان فلفل اصفر زي ما حضرتك شايف كده، بياخد معايا اللون، اللون الذهبي مع اللون الاصفر بتاع الفلفل مع الطماطم. البصل بتاعنا تمام خلاص. ابدا انا اجهز الطاجن الفريك بتاعي، ان انا اعمل ايه، اشغل الطاجن بتاعي اللي انا هدخله الفرن يسخن شويه، بحيث ان انا لما انزل بالفريك يبقى سخن. ايوه كنت لسه عايز اقول لك كده. انت كده حطيت الطاجن على النار. ما ينفعش انا انزل حاجه سخنه على حاجه بارده، حاجه من الاثنين، سخن على بارد هيجين مش كويس، صحيا مش كويس. تمام. سخن على بارد هيخليني لما اخش بالطاجن الفرن، عبال ما الطاجن ياخد درجه حرارته يكون الماده الفريك والميه الفعاله ريحت، ريحت معايا، ريحت معايا.
تمام زي الفل. يبقى انا كده لازم اسخن، لو هشتغل بحاجه سخنه يبقى لازم اسخن الطاجن بتاعي. معايا طبعا البيوم بتاعي جاهز بيسخن. الموضوع ده كان زمان برضو ستي وستك وجدتي وجدتك كانوا دايما ما يعملوش الحاجه في الطاجن الا لما يخش يحرقوه في الفرن. شفت دي فطره، دي موجوده في المطبخ المصري من زمان، من زمان يعني، دي فطره عندهم وهي متطابقه للمواصفات العالميه دلوقتي. زي ما انت قلت ان دي تبريد مفاجئ، احنا بنسميه ايه، تبريد مفاجئ، فبيعمل صدمه فبيقل من جوده المنتج. انا دلوقتي خلاص الفريك بتاعي شبه استوى، يعني دخل تلتين سوا كده، لان هو واخد نص سوا بتاعه واخده في الميه اللي هو منقوع فيها. تمام، احنا كده هنطلع بعد الفريك هنخش على بعد إيه؟ الفريك دلوقتي هنخش على الايه، على الرز بتاع التوبكابي بتاع الفراخ. طيب تمام زي الفل. ايه رايك نروح لفاصل؟ ماشي نطلع ناخد فاصل ونرجع بعدين معاك نواصل. يا شيف احمد انا شايفك ما شاء الله شغال بسرعه وعاوز تنجز، وان شاء الله ان شاء الله هننجز. نروح لفاصل وبعدين نرجع معاكم ومع الشيف احمد عمار، نواصل انتظرونا. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيف احمد، نواصل. بصراحه انا شايفه شغال ومية مية، فانا مش عايز اخد منه الكلام، عايز اسيبه يشرح ويبدع في مطبخ ساعه شهيه. يلا شوف عملت ايه وقول لنا انت بتعمل ايه. ما رحناش كتير بعد ما سبتونا في الفاصل، احنا قلبنا البصل والفلفل، سيبنا شويه كده عشان برضه تشوف حضرتك البصل والفلفل البرنزات معانا، قلبناهم مع الفريك ودخلنا الفريك ايه في الطاجن. الطاجن سخن معايا، الفريك اديته بيون بس، ميه بس، يعني احنا خدنا اللي عملناه هنا قبل الفصل حطيناه في الطاجن، حطينا الميه، حطينا البيون بتاعنا. البيون بتاعنا البيون بتاع الحمام اللي انا مجهزه لحضرتك عشان تشوفه هو محشي وتشوفه معايا وانا لسه بحشيه. تمام زي الفل. البيون ده جاهز عندي، اللي هو بيون الحمام اللي انا هشيهم. شوربه الحمام. تمام زي الفل. كده الطاجن بتاعي بدا ياخد السخونه، ما بديش البيون بتاعي لحد الوش، بيبقى اقل من الوش بشويه عشان الفريك لازم يبقى فيه ايه، تركايه صغيره، سكه صغيره، سده كده تمضغ كده معاك، ممكن تستطعم بالفريك. الفريك بتاعنا كده خلاص تمام، ممكن نديله احنا جرنش بسيط كده من فوق عشان يخش بيه الايه الفرن. تمام. الجرنش بتاعنا لازم يكون من جنس الحاجه اللي انا شغال فيها. انا اديت للفريك طماطم، ما ينفعش اروح اجرنشه بروزماري. تمام زي الفل. لازم اجرنشه بايه، بطماطم برضو، حاجه داخل فيها الايه. تمام. ده ممكن يستوى كده ولا لازم يخش الفرن؟ ممكن يستوى كده، ممكن يستوى بس كده، بس الفخار طبيعته فرن، عشان الفرن بيدي حراره من جميع الاتجاهات، بيجمع الحراره من جميع الاتجاهات في الطاجن، فالطاجن يستوي معايا بشكل افضل. تمام زي الفل. يعني كده هتدخل الفرن، خد المسك اهو لو هتمسك بيه حاجه، والفرن معانا شغال يا شيف احمد اهو. تمام، خلي بالك واحده واحده. تمام زي الفل كده، بس كده خلاص احنا مطمنين على الفريك بتاعنا جوه الفرن. تمام زي درجه حرارته مظبوطه معاه. تمام، بياخد درجه حراره معينه ولا مثلا 180 200؟ 180 كويس ليه، كل ما ياخد فتره هاديه يكون احسن، كل ما ياخد وقت يكون، كل ما ياخد وقت يكون احسن. يلا خشينا بقى في الحمام وانت لسه عندك المنبار. انا يعني كده الحمام انا سايب شويه فريك معايا من الفريك بتاع الطاجن. تمام. هنكمل عليه، هنديله معانا كبد وقوانص انا مستخدمها بتاعه الحمام وبتاعه الفراخ، ما اخلي كل حاجه ليها استخدام عندي، مش شرط ان هي تتسلق وتتاكل بس، لا انا عايز كل حاجه تخش في استخدام جديد في شكل جديد، تحس بطعم وتحس بفرق معاك في الايه. تمام. في التست. انا بقول لكل الساده المشاهدين اللي عايز يتواصل معانا، الارقام موضحه امام حضراتكم على الشاشه. يلا عايزين اتصالات عشان نسال، ممكن نزود فريك تاني لو احنا حابين. عمل المنبار ازاي، عمل الحمام ازاي، هيعمل الفراخ ازاي، عمل الفريك ازاي. يلا يا شيفنا كده انت بتعمل ايه دلوقتي؟ كده انا بكمل فريك، بزود شويه فريك كمان على الكبد والقوانص علشان يعني انا اكمل يعني الحشو يعني بتاع الحمام. كمان انت منسق منسق المطبخ ومنظم المطبخ، ان انا ما تهش والف واحتار، عندي طاجن الفريك يبقى خدت من الفريك وهعمل حمام بالفريك. لازم كمان عندي مهم تنظيم المطبخ يا شيخ، تنظيم المطبخ وتنظيم الخامه بتاعتي كمان مهم جدا. ليه؟ دلوقتي انا معايا طاسه ثانيه عشان بس الوقت معانا، هناخد فيها الرز. تمام. بتاع التوبكابي ده، رز الفراخ معانا، رز الفراخ معانا. مادة دهنية، والرز احمر اكني بعمل رز بلدي عادي خالص، مفيش اي مشاكل. تمام زي الفل. ماشي، دلوقتي كده احنا الفريك لازم بننظم الحاجة بتاعتنا، ان انا هعمل كذا حاجة، ما احطش الفريك بتاعي كله في حاجة واحدة. عندنا مثل في المطبخ المصري بالذات بيقول لك خلي من كل حاجة حاجة. تمام، ما تفرطش في اخر حاجة عندك. تمام زي الفل، يعني نظم الدنيا معاك. نظم الدنيا معاك. تمام، عايزك بقى تبدا تشوف الـ 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 الحمام اللي انت مجهزه، عايزين نبدا نحمره عشان الوقت. الحمام بتاعنا ده كده حمام هنشتغله ازاي، والمنبار برضو تبدا تجهزه، والحاجات دي نشتغل فيها بحيث ايه. قول لي
اللي عايز الصواني بس اللي ندخل فيها التريهات، ندخل فيها الحاجه الفرن الفرن. ادي الصواني معانا اهي، نتاكد معاه تمام زي الفل. الصواني بتاعتنا تمام. انت ممكن تدخل الممبار مع الحمام في صينيه واحده وندخله ممكن عادي، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. نخلي الممبار مع الحمام، وهنرجع برده للممبار ساعه الحشو بتاعه، فيه تركه مهمه جدا لازم ايه ناخد بالنا منها. يعني ندخل ده يتحمر معانا قبل ما نشوف احنا هنعمل التحمير بتاعنا. ماده دهنيه بسيطه، زيت زبده اللي موجود عند حضرتك. طيب مفيش مشكله، ناخد اتصال ونرجع لك تاني. اتفضل. ايصل اهلا وسهلا بحضرتك. ايصل معلش عاود الاتصال معانا تاني. انا كده عايز اشوفك يا شيف انت عملت ايه، وقول لي انت عملت ايه. معايا كده الحمام والممبار. الممبار ده ممكن ان انا اقليه في فاتوره زيت، شويه زيت في الطاسه. أيوة كده واقليه. هقول لك كده ممكن ان انا ادهنه زيت بس كده وادخله الفرن معايا زي ما هو كده قدامك ونشرح كده وادخله معايا الفرن. لو انا دخلته في القلايه مفيش مشكله، بس صحيا عشان خاطر الزيوت العاليه وكده ان انا بدي كميه زيت بسيطه جدا وادخله الفرن معايا. دي يا شيف في حد ذاتها لمسه ممتازه جدا من الشيف احمد عمار ان هو خدنا. طيب نروح لبسمله. اهلا وسهلا يا بسمله. الو ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا رب العالمين. ازيك يا بسمله؟ انا معاك، انت معايا؟ الو يا بسمله هل تسمعيني؟ معانا ماهر. معلش يا بسمله عاود الاتصال مره ثانيه. استاذ ماهر الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ ماهر اتفضل. كل عام وانتم بألف خير. وانت بخير. تحياتنا ليك وللشيف احمد عمار حبيبنا. ربنا يبارك فيك الشيف احمد عمار، منور الدنيا اهو. الله يخليك، منورين بوجودك انت وياه ما شاء الله عليكم. ربنا يبارك فيك. عندك اي سؤال للشيف احمد عمار؟ والله انا حبيت اعيد عليكم اقول لكم كل عام وانتم بألف خير، واقول لي يا شيف انت كده جريت ريقنا بدري قبل الفطار. تعال افطر معانا، اتفضل افطر معانا. عندنا ممبار وحمام وفراخ. الشيف احمد عمار بنحب اكلاته كتير صراحه، المشاوي ما شاء الله عليه بيظبط مشاوي على كيفك. حضرتك منين الاول؟ انا من الاردن. من الاردن ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بيكم باهل الاردن كلهم. انت اكلت من اكل الشيف احمد؟ الشيف احمد عمار انا حضرت له مناسبه يعني ما شاء الله عليه، حفل زفاف. عشان كده انا سالتك. كان في حفل زفاف ما شاء الله يعني بفول مفتوح يعني ما شاء الله المشاوي ما شاء الله. الشيف احمد ملك الكاترينج، ملك الحفلات ما شاء الله عليه. كان عمل حفله الفنان شعبان عبد الرحيم، كان فيها الفنان عبد الباسط حمود والفنان طارق الشيخ، وكان فيه مفتوح كرفان محشيه ورومي يعني كان حاجه عالميه ربنا يوفقه ما شاء الله. انا لسه هقول لك دلوقتي اللي عمل حفله او عمل مناسبه وما جابش الشيف احمد عمار يحييها ويعمل الاكل بتاعها يبقى ما عملش، يبقى ما قدمش اكل. لا والله دي شهادة. يا شيخنا يعني ما شاء الله عليه، انتوا صراحه المطبخ الشرقي انتوا كده جريتوا ورقنا بمعنى اصح، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا ناس ارياف كلنا وبنحب الاكلات الشرقيه والاكلات الشعبيه، والحلقه دي معموله مخصوص عشان الارياف. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يوفقكم. وكمان هو لمسته كويسه في الحلويات كمان ما شاء الله عليه، الحلويات العربيه. لسه بقى دي الحلويات دي عايزه حلقه واثنين وثلاثه، الحلويات ديت بحر تاني، ما احنا عارفين الشيف احمد. شكرا ليك استاذ ماهر، شرفتني باتصالك وانا سعيد جدا لمشاركتك معانا في برنامج ساعه شهيه. وبرضو انا مصر اتكلم عن اللفته اللي الشيف احمد عملها، ان هو بيخف من موضوع الكوليسترول ده خالص، بيخف بدل ما نقلي الحمام في زيت غزير ويسبب لنا اضرار بعد كده، وبدا ما يقلي الممبار في الزيت، هو قال لك هناخده رستو. خلاص الفريك بتاعنا تمام. بدا يستوي خلاص، دخل مرحله سوى زي ما حضرتك شايف كده، خلاص بدا ياخده اللون الذهبي بتاعه، بدا البيون بتاعه ينشف عليه تمام كده. ايه هو قال لك نسوي الحمام، نحمره رستو في الفرن مع الممبار عشان نقلل من الماده الدهنيه تمام. ندخله كده الفرن، ندخله الفرن خلاص كده واخد الماده الدهنيه، اتاكد ان انا كله ادهن ماده دهنيه كويس بحيث ان اللون بتاعه كله يطلع ايه واحد تمام. يا شفنا اهو كده تمام، سيبه يعيش براحته كده. عيش يا باشا، عيش مع نفسك. يلا تمام كده. كده ممكن ياخد قد ايه في الفرن؟ ممكن ياخد حوالي ربع ساعة بس نقلبه. ربع ساعة؟ ربع ساعة مع التقليب. مع التقليب، تمام زي الفل. أنا جهزت دلوقتي الحشو بتاع الحمام بتاعي فريك. ده كده أنت هتعيد لنا طريقة الحمام. طريقة الحمام اللي هو جاهزه إزاي؟ أنا مش جاي أقدم طبق جاهز، لا أنا جاي أوريك إزاي. عايزين نشرح. نشرح.
يلا كده تمام. انا معايا فرد حمام اهو. الحمام ده ليه فتحه معينه، ليه خليه معينه طبعاً. ليه تركيبه معينه. الحمام بينذبح من هنا كده، الزور والرقبه تتاكد ان هم سلام تمام، ما تختشوش، ما فيش اي فرو يعني اي فتحه فيه خالص، اي فتحه فيه. بفتحه كده ببدا ان انا نروح اتصال معانا مين. اتفضل. استاذة هند، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله، شكرا. اتفضلي انا معاك. ايوه، عايزه اسال عن طريقه الجلاش باللحمه المفرومه. عينينا حاضر، عايزه حاجه غير الجلاش باللحمه المفرومه؟ ايه رايك في الاكل الشرقي النهارده معانا؟ ايه رايك في الاكل الشرقي النهارده معانا؟ بتعرفي تعملي بتعرفي تعملي الممبار والحمام ولا ايه؟ بساعد ماما بس. بتساعدي ماما بس، خلاص اتعلمي منا بقى الممبار من الشيف احمد والحمام. ماشي يا هند، عايزه طريقه الجلاش باللحمه المفرومه. شكرا ليكي، وانا سعيد جدا بمداخلتك معانا. احنا دلوقتي الرز بتاعنا خلاص سخن تمام، اديت له الرز بتاعي ملح فلفل بابريكا، اديت له الرز كمان قرفه، وسنه القرفه دي مهمه جدا بس ما بتكونش زياده عشان الايه الطعم بتاعها يعني غلاب شويه. القرفه دي اللي بتلون معانا اللون، بتلون معاه وبتدي تيست. اديت له بصل كمان مفروم، اللي بتدي له الرز كده اللون البني كده. اديت بصل مفروم كمان. جيب معايا الحله اللي انا استخدمها، معايا بصل مفروم، الحله بتاعتي بتسخن، الرز بتاعي سخن، واخد البصل، الرز كمان هياخد معايا مكسرات، وهياخد معايا طماطم وفلفل، بس انا مش هدي الطماطم والفلفل بتوعي في الاول عشان ما احسش ان انا باكل عجينه خلطه، لا تمام. انا هدي كل حاجه ليها وقت، كل حاجه يعني ليها وقت معايا. الطبخ مش تركيب شويه اكلات، لا طبعا، ده تنظيم وده بيدخل امتى وده بيدخل لازم امتى، كل حاجه كل حاجه تخش الطبق احس بيها واشوف ليها وقت معين، ليها وقت معين نظبط جزئيات الاكل والفليفر بتاعها ازاي ان انا تمام. نكمل، خلصنا نكمل الرز، نكمل الرز بتاعنا خلاص كده تمام. نكمل الرز، انزله معايا هنا كده في الحله سخنه تمام. الرز فول تمام كده معايا، ندي له البيوم بتاعنا اكنك بس رز عادي خالص جدا، مفيش اي مشاكل. تسلم ايدك يا شيف بس أحمد. بخلي البيوم برضو بتاعه على الوش بالظبط تمام، عشان الرز ما يستويش لانه لسه هيخش مرحله سوا تاني معايا فين في الفراخ تمام. يعني انا مثلا اديله 80% سوا ولا 70% سوا؟ 70% سوا. 70% سوا. نرجع تاني للحمام، نشرح الحمام وبسرعه عشان الوقت بدا يخلص. الحمام بتاعنا اول ما بيجي واتاكدت ان هو سليم، بضغط عليه كده بكف ايدي، اتاكد انه خلاص الصدر ده العظم بتاعه طقطق معايا اتفتح بصبعي كده. ايه اللمسه بقى؟ اللمسه ان العظم ده لما يطقطق الجلد معايا يتفتح، وهقدر ان انا احشي الحمام بارتياح، والحمام معايا تطلع ايه مظبوطه. يعني لازم اكسر القفص، لازم اكسر قفص الصدر ده، اضغط عليه كده بايدي ضغطتين تمام يطقطق. بعد كده اول حاجه الجلده دي لازم اتاكد ان صباعي كده يخش بالراحه تحتها زي ما حضرتك شايف كده اهو، اتاكد كده عشان الحشو بتاعي تمام. يعني كده تحشي تحت الجلد كمان، تحت الجلد هنا كده اتاكد ان الحوصله بتاعت الحمام فاضيه متنظفه كويس، مغسول واخد ملح وخل ومتظبط تمام. طيب انا معايا كده الفريك بتاعي جاهز. طيب دافي، قبل ما تحشي الفريك معانا اتصال. يا استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا كل سنه كل سنه وانتم طيبين. انا بمسي عليكم وبمسي على الشيف احمد عمار. اهلا وسهلا، احلى شيف احمد معانا النهارده. الله يخليك، كله احمد نيابي بس حبيبي بمسي عليك. اهلا وسهلا شيف احمد، اتفضل معاك الشيف احمد. الشيف احمد منورنا. الله يخليك، منورنا باتصالك والله. الله يخليك، منورنا على الشاشه والله وباكلاتك الجميله دي. ربنا يخليك. تحب تاكل ايه معانا النهارده؟ والله انا كنت عايز اسال الشيف احمد عن، انا نفسي اكل الكوارع. الكوارع الطريقه بتاعتها بس. هي عينينا حاضر. الكوارع ده يعني مكملات الوجبه اللي احنا بنعملها النهارده. مكملات بس. ان شاء الله هي مش مكملات، هي اساسيات معانا، ولكن ان شاء الله لينا حلقات ثانيه ان شاء الله نعملها باذن الله. شرفتني يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك وكل عام وانت طيب، وانا سعيد جدا باتصال حضرتك. ماشي، معانا الحمام. الحمام خلاص كده الخلطه بتاعتنا جاهزه تمام. تمام، ببدا الاول خالص اخد الحمام اهو، ادخل الفريك معايا بشكل طبيعي جدا بصباعي بالراحه كده. عادي بقى، عادي بقى. عادي جدا ان انا احشي الايه، احشي الحمام بارتياح، مجرد ان انا ما اختش الحمام. الحمام حساس جدا، الجلد بتاعه رقيق جدا، ما ينفعش ان انا اتعامل معاه بعنف عشان الحمامه تطلع معايا ايه مظبوطه وتطلع معايا كويسه. وخلي الكبد والقنص دايما في الحشو اللي بره مش في حشو الاوصل الحصى اللي جوه. ايه السر بقى؟ السر ان القنصه والكبده بتبقى خشنه شويه، والجلده دي رقيقه، ممكن تختشي الجلده معايا فيطق. ناس كتيرة قوي بتخاف انها تشتغل في الحمام عشان يقول لك لا ده هيفرقع. لا ما تخافيش، اشتغلي وبوظي
والمره الثانيه هتصلحي. تمام زي الفل. ما ينفعش يعني ان انا الحياه تجارب. الحياه تجارب فعلا. تمام زي الفل. في ناس كتير بتقول لك لا انا هعمل اخش المطبخ وابدا، خاصه البنات المبتدئات لسه في هي ادت لنفسها طاقه سلبيه قبل ما تدخل فبالتالي هتدخل تبوظ. لا تقول لك الرز هيعجن، طب وايه المشكله؟ يعني ايه يعني الرز عجن؟ كلنا اتعلمنا كده. انت عايز تقول للساده المشاهدين كلنا اتعلمنا كده. طبعا الرز عجن، ما انا هخش له استخدام ثاني. في حاجه عندي اسمها باظت في المطبخ. ديت ليها ليها كلام ثاني. يعني انا ممكن الحاجه مثلا الرز عجن مني، خلينا نضرب بالمثال على الرز. الرز عجن مني، خلاص معنى كده ان الست كله ممكن ترميه. لا طبعا، وانا اعرف ناس بترميه خلاص. لا يعني طبعا ملوش استخدام. الرز عجن مني، انت ممكن بقى تعيد تدويره وتشغله في حاجه تانية. شغله في حاجه تانية ايه؟ ممكن ان انا دلوقتي الرز عجن مني ان انا اخش على اخش بالرز اعمله حاجه تانية، اعمله ميت بول زي الكفته كده، اتكوره واديله بقسماط وانزله في الزيت بقى فريد رايس. ليه ان انا ارمي الرز؟ طيب بقى حاجه صحيه. استاذ انور من الغردقه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب. حبيت اسلم عليكم وعلى الشيف احمد عمار. ربنا يبارك فيك، احلى شيف احمد عمار معانا. ايه رايك النهارده في الحلقه الشرقيه الجميله دي؟ لا حلقه جميله جدا، والشيف احمد عمار شيء معروف ومن اعلام الغردقه ما شاء الله. وله بصمه، وله بصمه طويله في فندق هيلتون لونج بيتش. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا فندم، واحنا بنتمنى له التوفيق ان شاء الله وربنا يوفقه، وبندعي لوزاره الغردقه ان شاء الله. سعيد جدا باتصال حضرتك معانا. ربنا كده ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء، وان شاء الله تعود الحياه الى طبيعتها ان شاء الله. نسال الله ذلك، ويعود الشيف احمد للفنادق وتتفتح السياحه والفنادق والدنيا تعود وتبقى حلوه معاكم وزي الفل، وكل عام وانتم طيبين. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. والشيف احمد له علامه كبيره في فندق هيلتون لونج بيتش، وبنوجه له الدعوه لفندق زياره فندق المارس ان شاء الله غردقه ان شاء الله. الله باذن الله باذن الله باذن الله. ربنا يبارك فيك وكل عام وانت طيب. الحمام انت بتعمل ايه يا شيخ؟ انا دلوقتي كده بحشي الحمام خلاص كده. انت بتلف من ورايا يا شيخ؟ لا يا فندم، ازاي بس انت بتلف من ورايا وانا والشيف احنا كده خلاص بعد الحلقه احنا خلاص كده الحمام بنحشي. احنا معانا وقت قد ايه؟ طيب كويس، معاك 20 دقيقه يا شيخ. الوقت كافي؟ الوقت كافي ان شاء الله. تمام زي الفل، عشان عايز انا مستني المنبار، عشان معانا ضيف عزيز دلوقتي انا اعمله لك مفاجاه هتسلم عليه على الهواء. اهلا وسهلا يا باشا. انا نسيت قلت اسمه بس هتسلم عليه على الهواء، انا اعمله لك مفاجاه تقريبا ما شفتوش انتوا بعض من زمان، فان شاء الله تسلم عليه على الهواء ان شاء الله. اول ما عرف ان في حاجه مهمه جدا في الحلقه تواصل معايا وقال لي لازم احضر مع الشيف احمد. بتاكد ان الرجلين بتاعته متظبطه، ما بقصش من فوق خالص، لا بقص من تحت شويه كده. معانا كده الحمام خلاص كده جاهز، اقدر ان انا البيوم بتاعي جاهز اهو، بنزل الحمام على درجه حراره هاديه تمام كده، عشان لو النار عليت عليه جامد الحمام هيبدا يفرقع معايا. مين معايا؟ استاذ عبد الفتاح، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك، ازيك يا باشا؟ ربنا يبارك فيك. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب، اتفضل. ربنا يعود عليكم بخير انت والشيف احمد وكل اسره البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك ورمضان كريم عليك يا رب. الله يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك. كل سنه وانت طيبين. امور عند حضرتك اي سؤال؟ الله يكرمك. عايزين بس الشيف يوضح لنا كده الحشو بتاع الفراخ. شغالين اهو، شغالين زي الفل. عشان البيت في الارياف كده يعرفوه. واحنا شغالين، هخليه يشرح تاني. ربنا يبارك في حضرتك. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ الله يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك رب. ربنا يبارك فيك. ام عمر اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك توطي التلفزيون بس شويه. طب نوطي التلفزيون شويه ونتكلم التليفون. اتفضلي يا نعمة. عجينه الكريب صح؟ ايوه تمام زي الفل. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا شكرا، جزاك الله. ربنا يبارك في حضرتك. تمام، انا معايا دلوقتي الفراخ. ايوه خلينا كده الفراخ، وبعد كده الفراخ بتاعتي بتبلها تتبيله خفيفه جدا، فلفل اسود. الفراخ دي مخليه؟ ممكن فراخ مخلية. ممكن صدر، ممكن فراخ مخليه، ورك، صدر، ايا كان، بس المهم ان انا بخلي الفراخ كويس من العظم، بسيب في الجناح العصعصه الصغيره دي كده هنا عشان تدي معايا ديكور، وفي الورك اخر حته صغيره كده. استاذنك اتصالاتك كتير يا شيف احمد. ناخد استاذ ياسر، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ ياسر كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيب؟ ممكن اكلم الشيف احمد؟ الشيف احمد معاك على طول، اتكلم. اتفضل يا فندم. أنا فندم، ممكن بس مغادير جرح الشام؟
عينين حاضر. مقادير بلح الشام، انت من الصعيد؟ اه ماشي. عايز ايه تاني غير بلح الشام؟ بس كده يا فندم. شكرا. شكرا ليك، كل عام وانت طيب، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك يا رب. ده احنا هنعمل لك حلقه حلويات تكسر الدنيا ان شاء الله. انا بعتذر طبعا لكل الساده المشاهدين ان احنا ما بنجاوبش دلوقتي على الاسئله بتاعتهم، بس ان احنا بنحاول نخلص لهم الاطباق اللي احنا هنقدمها لهم النهارده. طيب المحتوى كامل. استاذ رجب اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن يا شيخ معلومات الاتصال ده تشوف الفرن؟ اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ رجب. تحياتي لكم يا سيف، وتحياتي لفريق الاعداد المحترم خاصه الاستاذ علي، ربنا يبارك في حضرتك وكله وجميع المشاهدين يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم. تسلم يدك يا سيف على كل حاجه بتعملها لنا بصراحه. ربنا يبارك فيك. لاجل الحظ النهارده بصراحه انا عندي حمام، لاجل الحظ الحلو معاكم ان انا عندي حمام النهارده. تمام زي الفل، يعني انت متابعنا كده عشان تعمل الحمام. متابعكم وربنا يبارك فيكم على كل حاجه بتعملها بصراحه، والمطبخ بتاعك غير مكلف خلي بالك. ربنا يبارك في حضرتك. اعلى حاجه ان المطبخ بتاعك غير مكلف. ربنا يبارك فيك. تسلم. وقناه صحه وجمال عملت مشاهده بالصعيد جميله جدا بيكم بصراحه، وفريق الاعداد المحترم وكل والله. ربنا يبارك في حضرتك. وكل سنه وانتم طيبين وفي زياده كده ان شاء الله يا رب. ربنا يبارك فيك، كل سنه وانت طيب، و ان شاء الله رمضان ده يكون مبارك عليك وعيد سعيد عليك، وبنقول لك كل سنه وانت طيب. اول حاجه معانا كده خلاص الفريق كده تمام. طيب انا مش عارف اوقف من الاتصالات، انا عايزك تشتغل تشتغل. ام عبده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله الشيف احمد بيعمل اكلات جميله جدا زي الفل. شكلك كلت من ايه الشيف احمد؟ ما شاء الله انا كنت اعرف ان الحمام بتعمل بالطريقه الجميله دي ما شاء الله. سلم ايدك شيف احمد. ربنا يبارك فيك شيف احمد، انت منور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. ممكن بس حضرتك تسالي شيف احمد تقول له بس طريقه عمل كفته الفراخ ازاي؟ كفته الفراخ. كفته الفراخ عينينا. حاضر يجاوب حضرتك ان شاء الله. عند حضرتك اي سؤال ثاني يا ام عبده؟ تسلمي لي وشكرا ليك. انا دلوقتي كده خلاص خدت المكسرات، فلفل، الطماطم اللي قلت ان انا مش هنزلهم مع الرز عشان هم ايه يلحقوا ان هم ما يستووش، عايزهم يبقى فريش معايا كده. مكسرات ايا كان هنخلص ده ونبدا نجاوب بقى كده. اقول لك سؤال سؤال ونبدا نجاوب مع بعض واحده واحده. تمام كمل كمل كمل. الرز انت عملت الرز كده خلاص دخل تلتين سوا، اديت له انا طماطم، مكسرات حسب اللي موجود عندك، فول سوداني، صنوبر، لوز، اللي موجود عند حضرتك المتاح، مش لازم ان انا اروح اكلف، لا انا اللي موجود عندي ببدا الفها بالشكل ده. تمام. الفراخ مخليه عندي متظبطه، ببدا الفها رولز بالشكل ده. ممكن ان انا اعملها بخيط حراري، ممكن ان انا اعملها بخله اسنان، اللي موجود ممكن يشغل. ولو دخلت على كده ما فيهاش اي مشكله، لو دخلت الفرن على كده ما فيهاش اي مشكله. تمام. هي بتاخد معانا حوالي ربع ساعه في الفرن بالظبط او تلت ساعه بالكتير. تمام زي الفل. في اي تكايه فيها يا شيف ولا في اي تكتها؟ ان انا اخليها كويس، افتحها كويس من العظم، ان انا ما اخليش فيها قطع بمعنى اصح مش وصل لها تتبيله كويس. كل القطعه ايه، كل قطعه الفراخ متتبله معايا كويس. تمام زي الفل يا شيف، واقفلها كويس. وتسلم ايدك. دكتور محمود. ايوه ازيك يا شيف ماجد، كل سنه طيب. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم ايديك وعينيك انت والشيف احمد وكل حبايبك. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم لي، كل عام وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه الله يخليك. ربنا يبارك لك يا حبيبي. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم معاك وكل حبايبك. ربنا يبارك فيك. ايه رايك في المطبخ الشرقي النهارده الجميل؟ لا بسم الله ما شاء الله، انا ما شفتش كده ما شاء الله والله. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم ايديك وعينيك. ربنا يبارك. تحب تاكل ايه معانا النهارده؟ الله يخليك، احنا هناكل حمام وهنعمل كشك. تمام زي الفل زي الله. الفل زي الفل. حمام محشي برضه بس مش بالطريقه الجميله بتاعتك دي. لا ان شاء الله تراجع الحلقه مره واثنين وتعملها بنفس الطريقه اللي الشيف احمد عملها بيها. وسعيد جدا باتصال حضرتك وشكرا ليك. شيف احمد انا عايز اخد فاصل، ايه رايك؟ اتفضل يا فندم. ناخد فاصل وبعدين نرجع معاك نواصل. في ساعه شهيه ان شاء الله. تمام. فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل، انتظرونا. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه، اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيف احمد حبيبنا وحبيب الكل نواصل، والمطبخ والمطبخ الشرقي الاصيل والاكلات الشرقيه الاصيله. طلع لنا بقى شيف احمد، الناس كلها مستنيه. مستنيين بقى كده احنا ايه، شوف الحمام بتاعنا حركاتك كده
ودنيتك يا شيف احمد اللي انت الحمام قرب يطير جوه الفرن خلاص؟ تمام زي الفل. الحمام هيطير، ده الحمام كده صحي ولا ايه؟ الحمام خلاص كده؟ استاذ جمال الحمام صحي. اطلع معانا الحمام ذهبي بالشكل ده. الله عليك، سيبه كده مكانه بقى، ما تحركوش كده بقى. ايه بص كده يا جماعه، لسه طالع اهوت من الفرن، خلي بالك هندخل معانا الفراخ احسن يطير الفرن. هنقول هتاخد تلت ساعه على درجه حراره 170. ده الناس بتقول عليه حمام كذاب. حمام كذاب، فاحنا برضو عايزين نقرب المسافات للساده المشاهدين. هو ده الحمام الكذاب زي ما احنا الحمام الكذاب ده ممكن ايه، في واحد مش قادر يجيب حمام، معوش فلوس يجيب حمام، موجوده الفراخ، اشتغل الفراخ بطريقه الحمام. تمام، لو حشيت افريك مش هتقول لا. زي الفل. استاذ محمد من اسيوط، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا يا شيخ. اهلا بيك حبيبي، امر يا محمد. هل تسمعني؟ كل ما نعمل الكيكه بتطلع قلبها طري وبتطلع نيه. كل ما تعمل الكيكه قلبها يطلع طري وتطلع نيه، انا اقول لك تعمل ايه عشان ما تطلعش نيه، ايه رايك؟ بس تقول لي ايه رايك في الممبار النهارده والحمام؟ ماشي. حبيبي تسلم، رمضان مبارك عليك. تسلم. انت كده بتعمل ايه يا شيف؟ خلاص كده الحمام بتاعنا استوى. تمام، بياخد معانا بالظبط 35 دقيقه في نار هاديه. الحمام معانا، ده الحمام اللي انا كنت جايبه جاهز معايا. تمام، انت هتقدم ده الحمام الكل. الكل ده الحمام اللي لسه حشيه قدامك دلوقتي، ده اللي هو ممكن داخل على جهه ان هو يخش الايه الفرن. انا سايب لك دلوقتي الجزء اللي انا عامله قدامك مسلوق. تمام، يعني شوفوا هو الحمام ازاي شكله، هو مسلوق وازاي هو ايه متحمر. معايا دلوقتي الحمام كمان، ازاي اعرفه ان هو استوى من غير ما اقرب له؟ الحمام بتاعي ده خد اللمعان، خد الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو شكل الحاجه المستويه، اللحم المستوي معايا. تمام، ان هو دخل مرحله السوى بتاعته خلاص. بسيب فيه تركيزة صغيره في السوى ان هو لسه بيخش الفرن معايا حوالي ربع ساعه. بتيجي معايا. تسلم ايدك يا شيفنا، نقدمه هنا. يبقى كده احنا قدمنا الفريك معانا. تمام، انت كده دخلت الفراخ معانا. الممبار بقى، خش لي كده على الممبار اهو. الممبار عندنا، الممبار معانا. عملت ايه الممبار؟ شيق جدا. إيه؟ موجود معانا. ما توريني الممبار عملت فيه ايه. انا محضر لك مفاجاه دلوقتي، معانا ضيف عزيز عليك هيخش يسلم عليك دلوقتي. اهلا وسهلا. تمام، الممبار معايا حوالي كيلو ونص عصير طماطم. تمام زي الفل. كيلو ونص عصير طماطم بياخد، عشان الوقت، بياخد معايا 2 كيلو رز او كيلو ربع رز. احنا مش هناخد الكميه دي كلها، احنا هناخد كميه صغيره عشان نلحق وقتنا نقدم لحضرتك الساده المشاهدين كل حاجه ايه موجوده معانا. ماشي ماشي، تمام زي الفل. يعني انت كده يعني الممبار اللي هو اتعمل هنعمله بقى. تمام، معانا الطاسه اهي. تمام زي الفل. هناخد فيها ما يعادل نص كيلو رز. تمام زي الفل. هناخد معاه شويه عصير طماطم كده خفيف. تمام زي الفل. عصير الطماطم بيبقى ضعف الرز، بتبقى حاطط مدخل في الطماطم، عصير الطماطم اللي عندك اي نوع خضار ولا اي حاجه؟ لا الطماطم بس ساده معايا. ببدا احط بقدونس، ببدا احط كزبره، كزبره فريش، بحط معايا حوالي اقل من ربع الكميه اللي انا حاططها. اقل من ربع الكميه، قلنا عصير الطماطم ضعف الرز، الخضره اقل من ربع الرز. تمام، يعني ايه نسبه وتناسب، نسبه وتناسب، بحيث ان ايه كل حاجه معايا تبقى ايه. تمام، بقدونس وكزبره وشبت. بقدونس وكزبره وشبت، ما بياخدش لا بصل ولا فلفل ولا الكلام ده؟ لا بياخد طبعا، بياخد معانا بصل، بصل مفروم اهو. كل ده بقى ني في ني زي ما احنا بنقول. انا ممكن كمان التتبيله اللي انا خلصتها بتاعه الفراخ دي ممكن ادخلها معايا ما ارميهاش. تمام زي الفل. ده ميه البصل اللي هي بتاعه الفراخ، دخلت معايا ميه البصل. هنا بناخد ميه البصل كمان، خدت التفل كمان، بحيث ان انا ما ارميش حاجه. تمام معايا كمان. ده بياخد وقت في السوى؟ لا ما باخدش كتير. معايا شطه كتير. تمام، وادي له كمون. تمام زي الفل، شطه وكمون وبهارات. ماشي معانا. لو اديت له كزبره ناشفه برده ممكن، مفيش مشكله، بس ما زودش عشان الكزبره الناشفه يبقى ليها ايه الفليفر بتاعها عالي شويه عن الكزبره الخضراء. تمام. الطريقه المهمه بقى، الطريقه المهمه معانا الملح في الممبار، حشو الممبار. حشو الممبار عشان احشي الممبار بطريقه سهله. موال تاني حشو الممبار ده، وناس لا موال ولا حاجه، الموضوع بسيط بس الناس بتضايق منه. انا هديها سنه زيت عشان اخلي الموضوع اللي صعب عليكي، لا الموضوع سهل عليكي وكويس وشيق جدا كمان اهو. وعايز اقول لك يا شيف، يعني انت جايب لي قمح
بس انت عامله من ازازه، عندك ازازه ميه. من ازازه ميه. قلت لك طب القمع موجود نشتغل بيه، قلت لي لا تعالى تعالى نعمل فكره كده بسيطه. انا اصريت ان انا الخلطه بتاعتي كده جاهزه تمام. تمام. انا اصريت ان انا اطلع بالقمع ده عشان انا مش عايز ست البيت تشوفني دلوقتي انا شغال بقمع سبيشال، قمع جميل، قمع يعني تنزل الشارع. هو موجود ولكن انت قلت افترض انه مش موجود. افترض انه مش موجود. انا معايا كده حاجه بسيطه جدا، ازازه ميه. ازازه ميه بقطعها بدل ما برميها، لا انا بقطعها كده بشكل كويس، بغسلها كويس وانضفها بدل ما انزل الشارع وانا مش عايز حد ينزل الشارع اليومين دول. طب ناخد ام محمد. يا ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي مع حضرتك. كل سنه وانتم طيبين يا شيف. وحضرتك طيبه. ممكن بس عايزين نسال الشيف احمد على تنظيف الكرشه. على طريقه الكرشه؟ تنظيف الكرشه. طريقه الكرشه وطريقه تعمل الكوارع. حاضر. احنا معانا الكوارع ومعانا الكرشه ومعانا الجلاش باللحمه المفرومه. الكوارع والكرشه تخصصنا في النهارده، ممكن نرد عليهم واحنا شغالين في المنبر. المنبر انا دخلت فتحته كويس تحت الميه. تمام. مغسول. شكرا ليكي يا ام محمد. شكرا ليكي. معانا حد تاني على التليفون؟ ادم. ادم يا استاذ. لا. ادم ايوه. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيف احمد؟ اهلا وسهلا. شيف احمد مع حضرتك. كل سنه وانت طيب. انت بصحه وسلامه. اتفضل. عايزين نسال حضرتك بس عن طريقه الفراخ مشويه. عينينا. حاضر. عينينا. حاضر. عينينا. حاضر. حاجه تاني؟ شكرا للاتصال. شكرا للاتصال حضرتك جدا. ومعانا اسراء. استاذه اسراء اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اخويا الصغير طول عايز اكلم حضرتك. اتفضل. الو. 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 الو انا معاك. اتفضل. ام ياسين معلش يا اسراء عاود الاتصال مره ثانيه. ام ياسين اهلا وسهلا بحضرتك. الو. ايوه يا شيف. الو. ايوه يا شيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اتفضلي. ايوه السلام عليكم يا شيف. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ممكن توطي بس التلفزيون ونتكلم من التليفون. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. شكرا على الحاجات الحلوه اللي بتعملها. ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايزه اقول لك يا شيف انت عملت لنا الحمام بقى فيه، عايزين تعرفنا طريقه الحمام الكذاب. حاضر نشرح طريقه الحمام الكذاب تاني بسرعه دلوقتي ان شاء الله. ماشي. ربنا يبارك. تمام. ربنا يبارك فيك. كل عام وانتم طيبين. تمام. شايفك سريع 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 ومعانا اتصالات كتيره. انت بتعمل ايه؟ المنبار. انا دلوقتي ايه اللي انت بتعمله؟ القمع البسيط بتاعي انا ده. ايوه جبته. ببدا اركب القمع في المنبار من هنا كده كويس. تمام. اولا المنبار ده لازم يكون متفتح تحت الميه في الحنفيه كويس جدا. طريقه الغسيل ليه طريقه بقى معينه ولا طبعاً. اي حاجه؟ المنبار. حط مواد معينه ولا اي المنبار. حاجه المنبار لو المنبار لسه معايا جايبه من الجزار بغسله بملح وخل وكربونات. طيب ماشي. احنا معانا خمس دقايق وفي الخمس دقايق ولا سبع دقايق المتاخرين دول في ضيف عزيز علينا ممكن يتفضل معانا دلوقتي. شيفنا وحبيبنا الغالي الشيف صابر. اول ما عرف ان انت طالع معايا اصر انه يكون معانا. اتفضل يا شيفنا. شيف صابر اتفضل معانا. اتفضل عشان نختم كده بوجودك معانا ان شاء الله. شوف لنا الفرن يا شيف. السلام عليكم. صحه وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. الشيف احمد. شيف صابر اهلا وسهلا نورتنا. ربنا يبارك فيك. طبعا الشيف احمد صديقك العزيز. اكيد اكيد طبعا الشيف احمد صديقك العزيز. اصدقاء العزيز. اتفضل اتفضل معانا كده. والله الحمد لله يعني نورتنا يا شيف. الله يخليك يا شيف. والله ينور على الحمام المحشي والحمام الكذاب. ربنا يبارك في حضرتك. اراك في المفاجاه الجميله دي يا شيف. فجاه الشيف صابر ده الشيف بتاعي. الله يخليك يا شيف. والله يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك. احنا سعداء جدا والله في وجودنا مع حضرتك يا شيف رائد. ربنا يبارك فيك. تسلم. وان شاء الله طبعا انت تنور العزيز كده على الهوا. ناخد وعد منك بقى اخر حاجه المنبر مع الشيف صابر ان انا بخلي سمك المنبر بالسمك ده الصباع ده عند العقله كده. تمام معايا السمك ده. معاك يا فندم. بحيث ان الفول المنبار ما يطلعش تخين معايا يفرقع في الميه من كتر الرز معايا. لا انا عايز اطلع حاجه سمباتيك. حاجه. تسلم ايدك يا شيف احمد. كده عرفتنا طريقه المنبار. وعلى كده بقى بعد المنبار ما يخلص بيتسلق وبعد كده يتحمر. بيتسلق وبيرجع يتحمر بالشكل اللي شايفينه ده معانا. طيب تمام كده. يعني نلم دنيتنا كده ونطلع ايه الفراخ اللي عندنا في الفرن كده ونعرض عشان بدات الوقت يدهمنا والساعه معاك عدت بسرعه يا شيفنا مع انها اي اكتر. كان نفسنا نعمل لهم كمان الحلويات وعايزين نرد وعايزين نرد على الاسئله بتاعتهم كلها. احنا بنختم كده ترد على الاسئله. الاسئله ممكن نبدا في اللي هو تخصصنا النهارده. أيوة. الكوارع وتنظيف الكرشه. تنظيف الكرشه مبدئيا الكرشه تجيبيها طازه من عند الجزار ما تكونش دخلت الثلاجه ولا حاجه. تديها
بيكنج بودر. الله ينور الشيف. وخل، وتسيبيها 10 دقايق بالظبط، بتكون الكرشه معاكي جاهزه لايه؟ جاهزه للغسيل مباشره، ما بتحتاجش اي حاجه تاني. نطلع الفراخ بقى عشان هنختن يا شيفنا، وبعدين الفراخ بتاعتنا خلاص كده. هي كانت ممكن تحتاج شويه بس كده ايه، جابت لو انا عايز اديها لون اكتر من كده شويه بقدر. طبعًا. ان انا بقدر ان انا اتحكم فيها اكتر، اللون الذهبي الجميل بتاعها. نكمل بقى، نكمل سواها، نكمل سواها. الله على الحمام، فراخ حمام بالظبط. الكوارع، الحمام، الحمام الكذاب بتاعنا حاجه تمام. جميله يعني اهو كده. انا عايزك بقى تسيب إيه كل حاجه زي ما هي على نفس الطاسه، ونبدا بقى كده ايه مع بعض. إيه تقول لنا انا هشاور على الطبق وانت تمام زي الفل. ده يخش الفرن كده، هخش الفرن على طول، بس انا هضربه مسلوق كده على حاجه سخنه. يشوف قدامه مسلوق ويشوف قدامه متحمر. طيب احنا كده وقتنا خلص يا شيفنا، وعايزك انا هشاور على الطبق تقول لي ده ايه. تمام زي الفل. ده الممبار بتاعنا، الممبار بتاعنا مسلوق، وده الفراخ التشيكن توبكابي. تمام، وده الممبار والمحمر، ومعانا الحمام بالفريك بالكبد وقوانص بتاعت الفراخ. تمام، معانا الطاجن فريك بالخضار، فلفل، طماطم، برنوزات، بقدونس صغيره طبعا، طماطم فريش، ولزوم السفره معانا طبعا، طبق المخلل، طبق المخلل، وطبعا معانا 30 يوم بقى في وبنعتذر طبعا للساده المشاهدين ما لحقناش نكمل البسبوسه معاهم، وكان في حاجات كتير نفسنا نقدمها لهم ونرد على اسئلتهم. ان شاء الله تتكرر الحلقات، وانا سعيد جدا بوجود الشيف صابر معانا. بقول لكل الساده المشاهدين انتظرونا في حلقات جايه كتير وبرنامج ساعه شهيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي مفيده مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده جديده. ساعه شهيه، مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده مفيده، مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. لموعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم.